يا شباب يا شباب، أنتم الأمل، أنتم معقد اللواء. يا شباب، ماذا قدمتم؟ ماذا قدمتم؟ ماذا قدمنا نحن جميعا؟ انظر، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، هذا زعيم المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، له ولد اسمه عبد الله، أبوه زعيم المنافقين، وعبد الله هو تاج شباب المؤمنين، هو زهرة أهل الإيمان حول النبي عليه الصلاة والسلام. يوم جرت تلك المشكلة في أحد الغزوات، فقال أبوه عبد الله بن أبي بن سلول، قال: ماذا؟ كاثرونا، جاءونا من مكة إلى المدينة والآن يكاثرونا. صدق القائل: سمن كلبك يأكلك، والله لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أي أنه الأعز سيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فغضب، وإذا بعبد الله ابنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، بلغني أن أبي قد قال كذا وكذا، والله يا رسول الله هو الأذل وأنت الأعز، وإن كنت آمرا أحدا بقتله فمرني فأنا آتي لك برأسه. يا رسول الله، إنني من أبر الناس بأبي، وأخشى إن قتله غيري أن يدفعني بري بأبي إلى أن أقتله أو أوصي إليه فأقتل مؤمنا بكافر فأخسر الدنيا والآخرة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عبد الله، بل نحسن إلى أبيك ونصفح عنه وندعو له. بل بلغ كرامة لهذا الشاب، بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابن سلول زعيم المنافقين ألبسه عباءته، كفنه بالعباءة، وصلى بنفسه عليه الصلاة والسلام، واستغفر له كرامة لولده الشاب، هذه الزهرة المؤمنة الطيبة.